هنبدأ فقرة الفيسبوك من صفحة كاس أمم إفريقيا واللي نشرت الصورة دي واللي فيها أبرز نتائج ماتشات اتلعبت امبارح 14 نوفمبر في تصفيات المؤهلة إلى كاس الأمم الإفريقية 2021. من أبرز النتائج فوز الجزائر بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء على زامبيا، انتصار غانا بنتيجة 2 لا شيء على جنوب إفريقيا، ومن المفاجآت وهي تعادل منتخب مصر ضد كينيا بنتيجة 1-0، وفوز جزر القمر خارج ملعبها على توجو بنتيجة 1-0 لا شيء. ونروح لصفحة الاتحاد المصري لكرة القدم واللي نشرت الصورة دي ونقلت الصفحة تصريحات كابتن حسام البدري بعد التعادل امبارح، وكتبت الصفحة: أعرب الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن ثقته الكاملة في قدرة الفراعنة على التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون رغم التعادل أمام كينيا على استاد طبعا برج العرب في المباراة اللي شاهدناها كلنا بالأمس الساعة 6 مساء. وقال البدري إن هناك أكثر من سبب لنتيجة التعادل أمام كينيا، على رأسها عدم جاهزية اللاعبين بدنيا، غياب حساسية المباريات بسبب التوقف الكبير طبعا للمسابقة المحلية، فضلا عن غياب الدعم الجماهيري من المدرجات، مؤكدا أنه يعلم أن الجماهير ما زالت غاضبة بسبب الظروف الأخيرة، وأنه أخبر اللعيبة طبعا بضرورة مصالحة هذه الجماهير. هنرجع لصفحة كأس الأمم الإفريقية واللي نشرت صورة ترتيب المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وزي ما احنا شايفين مصر الحمد لله بتتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، حقيقي لعيبة شباب رجالة. غانا خطفت بطاقة الصعود الثانية لدور قبل النهائي 4 نقط، متفوقة بفارق الأهداف على الكاميرون اللي عندها 4 نقط برضو، وأخيرا مالي في المركز الرابع والأخير بدون أي نقطة. ونروح لصفحة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم واللي نشرت الصورة دي وكتبت: كوت ديفوار تواجه زامبيا على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما مصر 2019. ترتيب المجموعة: جنوب إفريقيا 4 نقاط، ونيجيريا 3 نقاط، وكوت ديفوار 3 نقاط، وزامبيا نقطة واحدة. ونروح لصفحة اتحاد زامبيا لكرة القدم واللي نشرت صورة زيارة سكرتير وزير الرياضة الزامبي، وقالت الصفحة إن وزير الرياضة في زامبيا بعت رسالة عن طريق سكرتير الوزارة بيطلب فيها لعيبة الفريق الزامبي من صيانة نتائج أول جولتين والتركيز التام في مواجهة كوت ديفوار النهاردة بالليل وتحقيق الفوز والحفاظ على أمل التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.